بعيداً عن الأنظار، في قلب تلال بنية اللون تقع عند سفوح جبال الحجر الشرقية، يختفي واحد من أعظم وأجمل العجائب الطبيعية. إنه كهف مجلس الجن، يعتبر ثالث أكبر الكهوف الجوفية في العالم. يقع في محافظة مسقط في ولاية قريات، ويتخذ الكهف شكلاً دائرياً. مساحة أرضية الكهف العجيب تبلغ 58 ألف متر مربع، طول الكهف يصل إلى 310 أمتار، وعرضه إلى 225 مترا. ورغم ضخامة حجم الكهف، إلا أنه من الصعب اكتشافه في هذه المساحة الشاسعة من النجد الجبلي الذي يتسم بكثرة تصدعاته وأخاديده، وكل ما يدل على وجوده من الخارج هو مجرد ثلاث فتحات تبدو غير ذات أهمية للناظر إليها. تتكون جدران الكهف من الحجر الجيري، تتخللها بعض المجاري المائية المكونة من الرمال والحصى. وقد تبين من الفحوصات المختبرية أن أرضية الكهف عبارة عن بحيرة عميقة وجافة، لكنها قد تتعرض للفيضان، خصوصاً عند حدوث عواصف مطرية شديدة، فتندفع المياه داخل الكهف من الثقوب الجدرانية والسقفية. وبسبب انخفاض الحرارة داخل الكهف، يظل قاع البحيرة موحلاً لعدة أسابيع بعد جفافها. كما تتكون على الجدار الشمالي طبقة سميكة من كربونات الكالسيوم المختلطة بالوحل. الجيولوجيون قدروا عمر كهف مجلس الجن، أو كهف سلمى كما يحلو للبعض تسميته نسبة إلى المنطقة التي هو فيها، بخمسين مليون سنة، ويعتبر مستودع كنوز للحياة الطبيعية.